راح فيكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في برنامج ترندز وجولة جديدة ومميزة في صفحات التواصل الاجتماعي. البداية مشاهدينا بالدعوات لكل طلبة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح بالاختبارات النهائية اللي انطلقت وسط أجواء ملائمة بعد تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف وقيادات وزارة التربية اللجان والاطمئنان على سير الاختبارات. شوف معاكم مشاهدينا تفاصيل على الشاشة. بإطار فرض هيبة القانون وضبط المخالفين نفذت خفر السواحل حملة أمنية لضبط ومراقبة التزام مرتادي البحر بقوانين الآداب الخاصة لتحقيق الانضباط والتصدي للمخالفين وأيضا توفير الأمن والأمان لجميع مرتادين البحر. التفاصيل مشاهدينا بهذا الفيديو من حساب وزارة الداخلية. إلى حساب وزارة التجارة والصناعة المستمرة في الجولات الرقابية وأيضا إغلاق أحد محال بيع المشغولات الذهبية لارتكاب عدد من المخالفات. نشوف معاكم تفاصيل الجولة على الشاشة. ومع الخطوط الجوية الكويتية نتمنى لمسافرينا الأعزاء الاستمتاع بالوجهات الجديدة بعد ما أعلنت الخطوط عن إطلاق رحلاتها إلى روما وسوهاج وشرم الشيخ وبودروم وتبليسي وبانكوك. وبالفيديو القادم راح نشوف احتفالية إطلاق رحلات ملقا ومدريد من حساب كويت إيرويز في منصة تويتر.
مع اقتراب موسم الحج وتحت هاشتاغ صحتك في الحج والعمرة، وزارة الصحة ومن حسابها الرسمي في تويتر تذكر بأهم الإجراءات الصحية والوقائية لضمان وحفظ سلامة الحجاج اللي يجب اتباعها قبل وأثناء الموسم. نشوف معاكم مشاهدينا التوصيات على الشاشة. تحت هاشتاغ بمثلك نفتخر كلنا فخر بالدكتور مثنى سرطاوي عن ابتكار طريقة في الغرز لإغلاق الجروح في العمليات الجراحية واللي أطلق عليها اسم غرزة الكويت، وسجل فيها براءة اختراع بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. نشوف معاكم مشاهدينا التغريدة المتداولة على الشاشة. وصلنا معكم الختام، نشوفكم باكر على خير بنفس هذا الموعد ومع السلامة.